أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح طريقة مهمة جدا في التصاميم، واللي هي طريقة التصميم بواسطة الإيمج ماستر. الإيمج ماستر هي إحدى طرق التصميم التي تعتمد كليا على الصورة مع القليل من النصوص والأيقونات. تتم هذه الطريقة من خلال البحث عن صورة احترافية تحمل مواصفات خاصة، حيث أن هذه المواصفات هي: أولاً، أن تكون الصورة ذات جودة عالية ولا تحتوي على حقوق نشر. ثانياً، أن تكون الصورة دالة ومعبرة عن موضوع التصميم. ثالثاً، أن تحتوي على مساحات فارغة لغرض وضع النصوص في التصميم. رابعاً، أن تحتوي على تباين ألوان كافي للفصل بين مكونات التصميم. بعد ما تعرفنا على مقدمة على طريقة الإيمج ماستر، راح نطبق هذه الطريقة بشكل عملي من خلال تحميل صور على موقع فريبيك. طبعا بعد ما ندخل إلى موقع freepik.com، نجي إلى الأعلى ونختار فوتو، وطبعا ضروري من اليسار نختار فري حتى تظهر عندنا الصور المجانية. طبعا نبحث بالأعلى عن الموضوع اللي نريد نصمم إليه. مثلا راح نصمم إعلان لسياحة وسفر، وضروري نكتب كلمة البحث بالإنجليزية، فراح نكتب travel. طبعا راح تظهر لنا مجموعة من التصاميم أو مجموعة من الصور، وطبعا تكون مجانية باعتبار أنه فعلنا الخيار free. نختار الصورة المناسبة، ومثل ما بينا ضروري أن تحتوي على مساحات فارغة حتى نضيف بها النصوص. طبعا نختار الصورة وحسب الاختيار، مثلا راح اختار هذه الصورة. طبعا نفتح الصورة، طبعا نضغط على داونلود، ومن ثم نضغط على فري داونلود، وطبعا ننتظر الى ان الصورة راح تتحمل بشكل مباشر. نفتح الصورة على برنامج فوتوشوب. طبعا الصورة راح تفتح بدقة عالية جدا، مثل ما نلاحظ الدقة عالية جدا جدا. بإمكاننا أن نقلل الدقة من خلال Image ونختار Image Size، وطبعا هنا نلاحظ 5600 بيكسل جدا عالية. نختار مثلا 2000 بيكسل ومن ثم OK. طبعا 2000 بيكسل جدا مناسبة. راح نجي نضيف النصوص بهذه المنطقة حتى يكون عندنا الإعلان جاهز. طيب راح نكتب بهذه المنطقة اسم الشركة، مثلا شركة النسور. طبعا نكبر حجم الخط، وضروري جدا انه نختار فونت غير الفونت الاصلي، يعني اي فونت احنا ننزله. وطبعا هنالك الكثير من الفونتات، مثلا هذا الفونت ممكن يكون فونت جميل بهذه الطريقة، مثلا بهذه المنطقة هنا مثلا شركة النسور. وطبعا نكتب هنا للسياحة، نصغر حجم الفونت، ولا بأس انه نختار فونت اخر بهذه الطريقة. اذا لاحظ انه التصميم بدأ يتكون، وطبعا ممكن نضيف هنا، طبعا ممكن نغير الى بولد الجزيرة بولد، وطبعا ممكن نقلل من حجم يعني الخط بهذه الطريقة، ممكن يكون بهذا الشكل جيد، ولا بأس انه نضيف شكل مستطيل بهذه الطريقة مثلا، ونختار مثلا لون بهذا اللون، ونكتب مثلا بهذا الشكل. نضيف النصوص التالية هذه المنطقة، ويكون اللون اما اصفر يا اما ابيض، ايضا جميل ومناسب، او لا بأس انه يعني ممكن انه هذه تصعد الى الاعلى بهذا الشكل، وطبعا هذا النص ايضا يصعد الى الاعلى، وهذا النص طبعا ينزل.
بهذه الطريقة. أيضا عندنا هنا النسور ممكن تكون بهذا الشكل. جيد. وطبعا الآن ممكن نضيف العنوان هنا وأرقام التليفون والسوشيال ميديا، مثلا العراق بغداد. ممكن نختار مثلا الكرادة مثلا، ولا بأس أن يكون يعني الفونت يكون ناعم، لا بأس حتى يكون بولد لكن الفونت يكون صغير مثلا بهذا الشكل. ممكن أنه ضروري أن المحاذاة تكون لطيفة إذا نعملها، يعني ممكن تكون بهذا الشكل. وطبعا ممكن نضيف أرقام تليفون، لا بأس أنه، وأيضا ممكن نضيف رقم آخر، شركة النسور. طبعا ممكن بهذه المنطقة نضغط على هذا الآيكون ونتحكم بمثلا الارتفاع. طبعا ممكن نضغط بهذه الطريقة بهذا الشكل. ممكن، جميل، لا بأس هنا بهذه المنطقة طبعا نضيف شعار الشركة. وفي حال لو كان عندنا هذه المساحة فارغة بإمكاننا أنه نضغط على أداة الكروب ونقلل من المساحة، ولا بأس أنه نقلل من مساحة الارتفاع. وطبعا نضيف الشعار بهذه المنطقة. لاحظ أنه أصبح عندنا إعلان جاهز خاص بشركة سياحية. وطبعا هذا الإعلان هو عبارة عن صورة جاهزة مصممة، فقط احنا ضفنا النصوص لهذه الصورة. ناخذ مثال آخر، راح نكتب مثلا شوبينج مثلا بهذه الطريقة. وطبعا لا ننسى ان مفعلين خيار الفري، واكيد احنا مختارين الفوتو حتى تظهر لنا فقط الصور. نختار صورة مناسبة. طبعا عندنا هنا 200 صفحة، كل صفحة تحتوي على مجموعة من الصور. بإمكاننا نضغط على الصفحة الثانية حتى ممكن نختار صورة مناسبة، مثلا ممكن تكون هذه الصورة، أو ممكن مثلا نختار صورة أخرى ممكن تكون هذه الصورة. وطبعا أيضا نضغط على داونلود ومن ثم فري داونلود. طبعا نفتح الصورة بالفوتوشوب، ومثل ما نلاحظ أن الصورة دقتها عالية جدا. فنجي على image size ونخليها 2000 ومن ثم اوكي. طيب، وراح نضيف النصوص، مثلا راح نكتب هنا تخفيض. طبعا صغر حجم النص، ممكن يصغر بعد اكثر بهذه الطريقة. ممكن تكون هنا او هنا، لا بأس. ممكن هنا، ممكن يكون 80% مثلا بهذا الشكل. وطبعا ممكن نكبر الحجم بهذه الطريقة، ونختار مثلا background بهذا الشكل. وطبعا ننزل طبقة الشكل أسفل النصوص ونغير لونها، نختار مثلا هذا اللون الأصفر، أيضا يعطينا انطباع جميل. ولا بأس أنه نرسم شكل آخر بهذا الشكل، وهذا الشكل راح يكون مثلا بهذا اللون مثلا، وهذا اللون ممكن أنا أشوف هذا جميل اللون مثلا. واللون النص يتغير، يصير ممكن يأما الأصفر يأما الأبيض، وأنا أشوف الأصفر أيضا جميل. ممكن أنه نجمع كل هذه الطبقات اللي هي الأشكال مع النصوص، وطبعا نكبرها نخليها بهذا الشكل. وطبعا ممكن نضيف هنا نصوص، ممكن انه نختار فونت مثلا هذا الفونت، وبهذا المكان ممكن نضيف النصوص. لا بس انه يكون اللون اسود، وطبعا يكون الوزن بولد. ممكن بهذه المنطقة نكتب مثلا مول بغداد،
وطبعا نضيف السوشيال ميديا. يعني مثلا راح اضيف هذه نفس السوشيال ميديا للسرعة مثلا بهذا الشكل، ولا بأس انه نضيف هذا الخط، ممكن يكون باللون الابيض او الاصفر، الابيض الجميل. فقط هنا نغير مول بغداد. اذا لاحظ انه اصبح عندنا هذا الاعلان بهذا الشكل، اعلان جميل ولطيف بنفس الوقت. مثل ما لاحظ هنا عندنا طبعا هذا الاعلان وعندنا هذا الاعلان. طبعا كل ما هنالك انه الصورة هي ثلاث ارباع الاعلان، يعني اذا احنا اجينا خفينا كل هذه الاشياء الصورة معبرة ولطيفة، ولكن هذه النصوص والاشكال هي لغرض الدلالة لا اكثر. مثل ما نلاحظ اختيارنا للصورة مهم جدا، ضروري ان نختار صورة بها مساحات فارغة حتى نضيف بها النصوص. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.